بسم الله، هنتكلم النهاردة إن شاء الله على تول اسمها Nmap. في الفيلد بتاع الـ Penetration Testing، لو حد بيدور على حاجة اسمها Port Scanning، على طول دماغه بتروح للتول اللي اسمها Nmap. تعتبر أشهر تول بتعمل الجزئية بتاعت الـ Port Scanning. طيب، هل هي بتعمل Port Scanning بس؟ لا، هي ليها استخدامات تانية كتير. خلينا نفتح الـ Presentation كده ونشوف الدرس بتاع النهاردة. الاوبجكتيف او الهدف من الدرس بتاع النهارده ان احنا نعرف ايه الامكانيات المختلفه في التول وازاي اقدر استخدمها. احنا قلنا من شويه ان هي اشهر حاجه الناس بتستخدمها عشانها موضوع البورت سكان، بس هي ليها استخدامات تانية كتير هنشوفها ان شاء الله دلوقتي واحنا ماشيين. طيب، في جزئيه عايز اكد عليها في الاول قبل ما نبدا الشرح. اما يجي الواحد يتعلم فينا حاجه جديده، يحاول دايما يعرف التول دي مثلا الاسم ده اختصار لايه، او ليه اتسمت بالاسم ده. يعني ان ماب ككلمه ملهاش اي معنى، بس لما تعرف ان ماب اختصار لنتورك مابر هتفهم الفانكشناليتي او الطريقه اللي التول شغاله بيها، فهيثبت في دماغك الوظيفه او الهدف من التول دي وهي بتستخدم في ايه. ده بينطبق على اي حاجه انت بتتعلمها جديد لاول مره. حاول تفهم الترمينولوجيز او المصطلحات اللي انت بتمر بيها، اصل تسميتها ايه بتفرق كتير جدا في ثبات المعلومه في دماغ الواحد بعد فتره. طيب، Nmap هي تول احنا قلنا اختصار لنتورك مابر، وبتستخدم عشان تعمل لي حاجات كتير زي الهوست ديسكفري، بورت سكاننج، سيرفيس سكاننج، اوبريتنج سيستم سكاننج. والتول ذات نفسها بتقدم لي الفيتشر بتاعت السكريبتبل، يعني انا ممكن اكتب سكريبتات جوه Nmap ذات نفسها عشان تعمل حاجه معينه انا عايز اعمل لها اوتوميشن. Nmap كتول هي كانت مكتوبه ببروجرامنج لانجوج سي، واتعمل لها ري رايت في 2002 او 2003، وكتب التاني بالسي بلس بلس. الفيتشرز الموجوده فيها اللي هي موجوده قدامي دي، بس زي ما بنقول كل مره قبل ما ابدا استخدم تول لاول مره، اشوف المانيوال بتاعها، اشوف المان بيج بتاعتها او الهيلب بتاعها. فانا لو رحت هنا، تول باي ديفولت بتبقى موجوده جوه اي نسخه من كالي لينكس، فبكتب nmap داش اتش اختصار لهيلب، فبيجيب لي ايه الاوبشنز او الخصائص او الامكانيات الموجوده جوه التول دي، وهلاقيه مقسمها لي لاجزاء. تارجت سبيسيفيكيشن معناه الطريقه اللي انا هديله بيها التارجت اللي انا عايز اعمل عليه سكان. هل هديله اي بي، ولا هديله هوست نيم، ولا هديله سب نت، ولا هديله رينج معين، وهكذا. الهوست ديسكفري ده الاوبشن اللي انا بستخدمه عشان اشوف التارجت بتاعي اونلاين ولا اوفلاين، ودي الاوبشنز اللي انا ممكن استخدمها جوه الجزئيه دي عشان اعرف التارجت بتاعي اونلاين ولا اوفلاين. السكان تكنيكس الجزئيه دي متعلقه بالبورت سكاننج، هل هتعمل تي سي بي بورت سكاننج ولا يو دي بي بورت سكاننج، وهنشوف امثله منها وهنعملها مع بعض ان شاء الله. البورت سبيسيفيكيشن يعني انت هتدي لي البورتس اللي انت عايز تعمل عليها سكان في اي فورمات، هل هتديني بورت واحده، ولا هتديني رينج، ولا هتديني حاجات فرضاني مختلفه، يعني بورت مثلا 80 و22 و25، انت هتديها لي في انهي فورمات. فبيقول لك الطريقه اللي انت المفروض تكتب بيها البورتس جوه الكوماند. فيتشر تانيه برضه هو بيعملها السيرفيس فيرجن، ان هو يعمل فينجر برينتنج للسيرفيس اللي بترن على اي بورت، ويقول لي الفيرجن بتاعها كام. والجزئيه اللي بعد كده السكريبت سكان، لو انا بكتب سكريبت عشان يوتوميت اي حاجه ان ماب ممكن يقدر يعملها، ودي الاوبشنز الموجوده فيها. والاو اس ديتكشن لو انا عايز اديتكت او اعرف نوع الاوبريتنج سيستم اللي التارجت سيستم بتاعي شغال بيه، هل هو ويندوز ولا هل هو لينكس. التايمنج اند بيرفورمانس الحاجات دي بتفرق جدا في السكان اللي انا بعمله حسب المكان والسرعه بتاعه الانترنت او الباندويث بتاعي. يعني لما بعمل سكان من بلد على بلد تانية، التارجت بتاعي في بلد تانية، غير ما اعمل سكان طبعا وانا جوه النتورك على حاجه تانية جوه اللان. فهنا بيشرح لي ايه الاوبشنز المختلفه اللي انا ممكن استخدمها عشان افاين تيون او اعدل او احسن من جوده الاسكان بتاعي، ويطلع لي الريزلت اللي انا عايزها تكون دقيقه وفي نفس الوقت في وقت اسرع. وفي عندي جزئيه تانية اللي هي بتاع الفاير وول والاي دي اس. اي دي اس اختصار الانتروجن ديتكشن سيستم، ده حاجه زي الفاير وول كده، بيبقى مثلا ابلاينس او حاجه موجوده جوه النتورك زي بوكس كده زي الفاير وول، بيستخدم ان هو بيديتكت الاتاكس وبيريبورت الاتاكس دي للسيستم ادمنستريتور. فبيقول لك ازاي تقدر
تستخدم الاوبشنز اللي هنا دي بحيث ان الاي دي اس ده او الفاير وول تقدر تعديهم، يعني الفاير وول ما تعملكش بلوك، ما تمسكش السكان بتاعك، والاي دي اس في نفس الوقت ما يشوفش السكان بتاعك ويالرت للسيستم ادمن ان في حد بيعمل سكان. الجزئيه بتاع الاوتبوت بيقول لي هنا ايه الاوتبوت فورمات اللي انا ممكن اديك الريبورت فيها، يعني انت لو هتعمل سكان على سيستم ازاي عايزني اعرض لك الاوتبوت دوت. وهنا حاجات ميسيلينيوس ممكن نبص عليها بعد كده لو اتبقى وقت ان شاء الله. طيب نرجع للبرزنتيشن بتاعتنا، اول جزئيه اللي هي الهوست ديسكفري. فايه هي الافيلبل فيتشرز اللي ان ماب بيعملها؟ اول جزئيه الهوست ديسكفري. هوست ديسكفري يعني بمنتهى البساطه اعرف ان الهوست اللي انا بعمل عليه سكان ده اونلاين ولا اوفلاين. فلو رجعت هنا للجزئيه بتاع الهوست ديسكفري، وبالمناسبه مفيش حد بيبقى حافظ الكومنتس دي كلها، يعني انا وانا بحضر البرزنتيشن ديت انا فتحت المان بيج وبدات استخدم الاوبشنز اللي فيها عشان اكتبها في البرزنتيشن، انما حد يكون حافظ الكلام ده نادرا، وانت مش مطلوب منك انك تحفظ، المطلوب منك انك تعرف توصل للمعلومه وقت ما تحب. فهنا الهوست ديسكفري كل دي اوبشنز. فهنا مثلا بيقول لي في بينج سكان، انا ده اوبشن ممكن استخدمه عشان اعرف التارجت بتاعي اونلاين ولا اوفلاين. فانا جيت هنا انا في الامثله بس اللي موجوده قدامنا دي معذره انا عملتها وعملت لها اكسكيوت واستنيت الاوتبوت عشان اوفر في وقت البرزنتيشن بس، وما نستناش الاوتبوت يطلع مع بعض فيكون وقت البرزنتيشن اصغر بالنسبه لكم. فانا عملت الكوماند اوريدي وده التارجت بتاعي، فالاس ان ده الاوبشن اللي هو موجود هنا في الهوست ديسكفري داش اس ان، وده الاكسبلانيشن او الشرح بتاعه، وهنا بديله التارجت. ان ماب كتول ذات نفسها السايت بتاعها nmap.org، هم عملوا ويب سايت سموه scanme.nmap.org عشان الناس اللي عايزه تكسرسايز او براكتس الجزئيه بتاع السكاننج يقدروا يسكانوا التارجت دوت ويشوفوا التول شغاله ازاي بيها. فانا عملت سكان على التارجت ده وعملت دلوقتي هوست ديسكفري، فقال لي ان ماب دان 1 اي بي ادرس 1 هوست از اب. فانا دلوقتي عملت هوست ديسكفري وقال لي ان الراجل ده اونلاين، ودي اول فيتشر ان ماب ممكن يعملها. الجزئيه الثانيه اللي هي البورت سكاننج. انا عندي نوعين من البورتس، عندي تي سي بي بورت او يو دي بي بورت. الكونسبت بتاع التي سي بي كبروتوكول او اليو دي بي كبروتوكول شغال ازاي هنشرحه في سلسله منفصله ان شاء الله، هنشرح فيها الكونسبتس كلها. بس اللي يهمني دلوقتي ان انا اعرف من التول ان في نوعين من السكانز بالنسبه للبورت، يا اما هعمل سكان على تي سي بي بورت او يو دي بي بورت، وبعد ما اعمل السكان ده ان ماب هيطلع لي الاوتبوت او الريزلت، هيقول لي البورت اللي انت عملت عليها سكان يا اما اوبن معناها البورت كانت مفتوحه، او كلوزد يعني البورت كانت مقفوله، او فلترد. فلترد معناها الان ماب ما قدرش يحدد البورت دي مفتوحه ولا مقفوله، وده غالبا بيكون بسبب وجود فاير وول في النص ما بيني انا كاتاكر وما بين التارجت اللي انا بعمل عليه سكان. نشوف الكلام ده شغال ازاي. نرجع تاني للمانيوال بيج هنا. هنا السكان تكنيكس، اول لاين ده بتاع تي سي بي بورت سكاننج، وتاني لاين بتاع اليو دي بي. ففي الاولاني مثلا بيقول لي كل دي اوبشنز ممكن استخدمها جوه تي سي بي بورت سكاننج، اس 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 تي اس اي، هناخد مثلا اول واحد. وانواع السكانز دي زي ما قلنا مش عايز الناس تقلق دلوقتي، هنشرحها باذن الله في السلسله بتاع الكونسبتس في حته منفصله عشان الناس بس ما تتوهش مننا. هنجرب نعمل اول نوع من السكان ده اللي هو تي سي بي بورت سكاننج بالاوبشن اس اس. اجي هنا عملت ان ماب داش اس اس، يعني يعمل لي سكان بورت سكان من نوع تي سي بي. وفي اوبشن تاني انا ضفته اسمه بي ان. لو رجعنا المانيوال هنا هلاقي هنا ان البي ان بقول له treat all hosts as online skip host discovery. ليه انا عملت الاوبشن ده؟ باي ديفولت ان ماب بيحاول يبينج على الهوست ويشوفه اونلاين ولا لا الاول، لو ما لاهوش اونلاين ما بيعملش بورت سكان. فاوقات ممكن يكون في فاير وول قافله الاي سي ام بي او البينج، فانا اما اجي اعمل سكان بان ماب الهوست يبان لي ان هو اوفلاين وهو في الحقيقه اونلاين. فانا بقول له هنا كده بالاوبشن ده حتى لو الهوست باين ان هو اوفلاين بالنسبه لك وما بيردش على البينج، ستيل اعمل البورت سكان اللي انا قلت لك عليه واديته التارجت بتاعي. فهو هنا عمل الكوماند وعمل اكسكيوشن وطلع لي الاوتبوت، وزي ما قلنا ده نوع تي سي بي بورت سكاننج. وقلنا الاوبشنز اللي بتطلع لي او الستاتس يا اما اوبن يا اما فلترد يا اما كلوز. طب فين كلوز؟
هو بيجمع لي كل الكلوزد بورتس ويقول لي عددها، يعني مش هيكتب لي بقى ان كل بورت لقاها دي كلوزد دي كلوزد دي كلوزد، لا هو قال لي ان انا لقيت 988 كلوزد بورتس، والتو بورتس دول والاثنين دول لقيتهم اوبن ودول فلترد، ما قدرتش احدد ايه نوع الستيتس بتاع البورت دي، هل هي اوبن ولا هل هي كلوزد. فهنا دي البورت ودي الستيتس او الستيت او الحاله بتاعتها، ودي السيرفيس، ايه السيرفيس اللي بترن عليها. هنشوف في اخر البرزنتيشن ازاي ان ماب بيقدر يحدد نوع السيرفيس اللي شغال على البورت. فهو قال لي ان الهوست از اب، ودي البورتس التي سي بي اللي مفتوحه، ودول اللي ما قدرش يحدد حالتهم، والباقي كان مقفول. طيب الباقي من ايه؟ هو باي ديفولت اي سيستم بيبقى فيه 65535 تي سي بي بورت، وفي زيهم يو دي بي بورت، فالعدد كبير جدا. طيب هل ان ماب اما بيعمل سكان بيعمل سكان لكل بورتس دي؟ لا، ممكن يقعد يوم لو انت بتعمل سكان لل 65535 تي سي بي بورتس وواحد زيه لليو دي بي بورتس. فان ماب عشان يوفر الوقت بيعمل سكان باي ديفولت لاشهر 1000 بورت عادة بيكون موجودين على التارجتس. يعني عادة مثلا اي سيرفر عادة بيكون هوستد عليه ويب سايت بيكون ال SSH شغال عليه، فهو عنده لستة بالموست بوبيولار بورتس الالف الاولانيين ويبدأ يعمل لهم سكان، ما بيعملش سكان لكل البورتس الموجودة على التارجت. اوكي طيب احنا دلوقتي شفنا الستيتس وشفنا التي سي بي. طب اليو دي بي، هرجع للمان بيج هنا تاني، بيقول لي السكان تكنيكس اس يو، ده اليو دي بي بورت سكان، وده الاوبشن الوحيد اللي بيعمل يو دي بي سكان. يعني انا هنا في التي سي بي عندي كل الاتريبيوتس دي، يعني الاس اس والاس تي والاس اي والاس دبليو، انواع مختلفه من التي سي بي بورت سكان، انما اليو دي بي بورت سكان هو نوع واحد بس اللي هو الاس يو. وانا اوريدي عملته هنا وطلع لي نفس الاوتبوت اللي احنا شفناه من شويه، دي البورت والستاتس بتاعتها اوبن او فلترد والباقي كلوزد، وقال لي ايه السيرفيس اللي بترن عليها. اوكي بس نخلي بالنا ان عاده نسبه الاكيورسي او الدقه بتاع اليو دي بي بورت سكاننج بتبقى اقل بكتير قوي من التي سي بي بورت سكاننج، وهنشوف الكلام ده قدام ليه الجزئيه بتاعت الدقه دي بتبقى في التي سي بي بورت سكاننج اقوى او اكبر. اما نشرح الكونسبتس باذن الله بتاعت التي سي بي واليو دي بي الناس هتفهم الجزئيه دي. طيب احنا دلوقتي عملنا هوست ديسكفري وعرفنا السيستم اونلاين ولا اوفلاين، وعملنا بورت سكاننج وعرفنا ايه تي سي بي بورتس او اليو دي بي بورتس اللي مفتوحه واللي مقفوله. جزئيه برضو تانية عايز اقولها هنا، ان هو هنا باي ديفولت لو انا ما اديتلوش اي بورت بيعمل سكان على ال 1000 بورت المشهورين، انما لو انا عايز اقول له اعمل سكان على بورت معينه باجي مثلا في الكوماند اللي انا لسه كاتبه ده واقول له داش بي سمول وبعد كده رقم البورت مثلا، يعني مثلا هقول له 161 مثلا، يبقى دلوقتي انا بقول له سكان من نوع يو دي بي وما تعملش بينج سكان، يعني ما تعملش هوست ديسكفري، يعني حتى لو لقيت الهوست ده مش بيرسبوند لاي بينج او ريكوست انت بعته عشان تشوفه اونلاين ولا اوفلاين، ستيل اعمل اليو دي بي بورت سكاننج ده بس سكان البورت دي بس، في حين ان انا هنا اما ما اديتلوش اي بورت عمل سكان على ال 1000 بورت المشهورين. اوكي طيب عرفت السيستم اونلاين ولا اوفلاين وشفت ايه التي سي بي واليو دي بي بورتس الموجودين. بعد ما عرفت ايه البورت المفتوحه كتي سي بي او يو دي بي، المفروض اعرف ايه السيرفيس اللي شغاله على البورت دي، او ايه السيرفيس اللي بتلسن على البورت دي. هي البورت دي بتبقى مفتوحه ليه اصلا؟ عشان توفر سيرفيس للناس اللي بره، يعني بورت 80 اللي هي بتاع الويب بتبقى مفتوحه ليه؟ عشان الناس تاكسس الويب سايت اللي موجود على السيرفر. بورت 22 اللي هي بتاع الاس اس اتش عشان الناس اللي بره تقدر تاكسس السيرفر ده عن طريق الاس اس اتش. فالسيرفيس سكاننج ان انا بمنتهى البساطه لو عندي بورت مفتوحه اعرف ايه السيرفيس اللي بترن عليها. فكمثال مثلا انا في التي سي بي بورت سكاننج هنا عرفت ان في بورت 22 و80 الاثنين مفتوحين، عايز اعمل سيرفيس سكاننج على بورت تي سي بي 80، هكتب الكوماند ده قلت له اس في. طب اس في دي انا هل انا كنت حافظها؟ لا، انا جيت هنا ولقيت ان عندي سيكشن اسمه سيرفيس او فيرجن ديتكشن ومديني الاوبشن ده، فانا هنا عملت اس في وبرده قلت له ما تعملش هوست ديسكفري
والسيرفيس ديتكشن ده اعمله على بورت 80 بس اللي انا عارف انها مفتوحه اوريدي. فما عملته قال لي البورت اوبن، بس اداني هنا بقى ايه فيلد جديد، او قال لي ان السيرفيس اللي شغال على البورت دي اباتشي اتش تي تي بي دي، واداني الفيرجن بتاعه وعمل لي جيس كمان للاوبريتنج سيستم. يبقى ده الفيرجن او سيرفيس سكاننج، ان انا اعرف ايه السيرفيس اللي بتلسن على بورت معينه. اوكي طيب، بعد ما عملت الثلاث اجزاء دول ممكن استخدم ان ماب كمان ان انا اعمل او اس سكاننج. او اس اختصار الاوبريتنج سيستم، اعرف الاوبريتنج سيستم ده هل هو لينكس، وان كان لينكس الكيرنل بتاعه فيرجن كام، وهل هو ويندوز، ولو ويندوز فيرجن كام. فهم برضو عاملين هنا لو رجعت المانيوال هلاقي الاوبشن بتاع الاو اس ديتكشن مديني الاوبشن داش او. فلو انا عملته هنا كده داش او وبديله التارجت هلاقيه عمل لي بورت سكاننج باي ديفولت، بس في الاخر ضاف لي جزئيه اللي هي بتاع الاوبريتنج سيستم جس، يعني بيديني تخمين النوع الاوبريتنج سيستم اللي على التارجت ده. حسب بقى كونديشنز او شروط كتيره، انت بره النتورك اللي انت بتعمل عليها سكان ولا لا، الباندويتس بتاع الخط بتاع الانترنت اللي انت بتستخدمه، في كام فاير وول ما بينك وما بين التارجت، في بروكسي انت بتعدي عليه ولا لا، الريزلت بتختلف من مكان لمكان. فهو هنا ما عرفش يحدد بالظبط ايه الاوبريتنج سيستم اللي شغال عليه التارجت ده، واداني احتمالات مختلفه بنسب مختلفه. فدي الجزئيه بتاع الاوبريتنج سيستم فينجر برينتنج او سكاننج. طيب، من احد الفيتشرز الرائعه اللي موجوده في ان ماب موضوع السكريبتنج، ان انا ممكن اوتوميت مجموعه من التاسكس مع بعض واحطها في سكريبت واحد اخلي ان ماب يعمله. وزي ما قلنا قبل كده في دروس قبل كده كتير، ان الاوتوميشن هو المفتاح بتاع شغل اقل وفلوس كتير. يعني لو حد عايز يشتغل، في دايما مثل بيتقال في البيزنس انفايرمنتس يقول لك ورك سمارت في في اس او فيرسس ورك هارد، يعني اشتغل بذكاء وما تشتغلش بجهد او بمجهود كبير. يعني خليك ذكي في شغلك، اعمل حاجه صغيره بس تطلع لي اوتبوت رائع، احسن ما تشتغل عندي 20 ساعه وتطلع لي نفس الاوتبوت اللي انت هتعمله في ساعه. فعشان اعمل الكلام ده كله الاوتوميشن طبعا هو اللي هينجز لي الكلام ده، لان انا لو اشتغلت انا لوحدي وعملت الحاجات اللي انا ممكن احطها في سكريبت بايديا هتاخد مني ايام مثلا، انما لو عملت اوتوميشن وحطيت الكلام ده كله في سكريبت ممكن ياخد مني 1/10 من الوقت اللي انا هستغله لو عملت الحاجات دي بايديا. طيب، ايه البروجرامنج لانجوج اللي انا ممكن اكتب بيها السكريبتات بتاع ان ماب؟ اسمها اللور، رغم ان التول ذات نفسها مكتوبه بالسي او سي بلس بلس، بس السكريبتنج انجن اللي هو ان ماب سكريبتنج انجن مكتوب باللور. طب عايز اشوف امثله للسكريبتس اللي موجوده بتاعت ان ماب، هو اصلا في ليست باي ديفولت موجوده جوه ان ماب للسكريبتس الموجوده اللي انت ممكن تستخدمها، وستيل انت ممكن تكتب السكريبت بتاعك. دي طبعا من الحاجات الجميله جدا اللي بتنهانس الاكسبيرينس بتاع اي حد بيتعلم الفيلد بتاع النتورك سكيورتي، ان هو يعمل حاجه زي دي. وفي شباب كتير شفناهم عملوا حاجات زي دي كمشاريع تخرج، ان هو يكتب هو سكريبتس او موديولز نستخدمها احنا جوه ان ماب ويبعتها للناس في ان ماب، بحيث ان هم يحطوها باي ديفولت جوه التول بتاعتهم، تبقى حاجه ماركتنج اكتر من رائعه. دي برضو من الحاجات اللي الشباب الصغير يخلي باله منها، ان انت لو عايز ربنا يكرمك باذن الله وتلاقي شغل في مكان كبير، مش محتاج تكتب سي في 6 و8 و10 صفح وتقعد تحكي للناس امجادك وبطولاتك، لا، خلي شغلك يتكلم عنك. في حاجات صغيره ممكن تعملها بس الامباكت او الاثر بتاعها بيبقى كبير جدا. الجزئيه اللي بكلمكم عليها دي تعتبر حاجه منها، ان انا اكتب حاجه في تول كبيره حتى لو هقضي فيها وقت ممكن اقعد فيها الصيف كله، اكتب سكريبت زي ده بس هيبقى موجود جوه ان ماب، واما يبقى موجود جوه ان ماب اسمي هيبقى هناك، واما اسمي يبقى هناك في ناس كتيره جدا هتشوفه وهتعرف ان الراجل ده فاهم كويس، مش محتاج ان انا اقعد ابص على السي في واسال على ريفرنسز وناس يعرفوه الراجل ده بيفهم ولا لا، لا ده هو الراجل ده باي ديفولت خبرته كويسه. ليه؟ لان انا قدامي شغله. تعالوا نشوف امثله للسكريبتات اللي موجوده باي ديفولت جوه ان ماب بتبقى موجوده جوه اللوكيشن ده. فانا لو عملت هنا ls داش ال وقلت له ليس، فيجيب لي كل دي سكريبتات الاكستنشن بتاعها دوت ان اس اي اختصار ان ماب سكريبتنج انجن ممكن استخدمها. اتاكد سبيس، في مثلا
سكريبت زي الفاير ووك. الفاير ووك ده تكنيك ادفانسد شويه، ممكن نبقى نشرحه قدام باذن الله. تعالوا مثلا نشوف السكريبت ده مكتوب ازاي. هقول له اوكي فاير ووك، اقول له يس. فهنا بدا يوري لي السكريبت ده مكتوب ازاي. الخانه ديت او السطرين دول اللي انا عايزك تاخد بالك منهم، from an original idea of كذا and كذا. ديفيد جولد سميث ده واحد مثلا من الناس الانستراكتورز المشهورين جدا في السانز. شايف اسمه اتحط فين؟ في الحته دي. وفي لو تك سبيس مثلا تحت هنا المفروض يقول لي الاوثر، مين الشخص اللي كاتب السكريبت ده. فانت اسمك لو اتحط في حاجه زي كده بتفرق كتير جدا في الجزئيه بتاع السيلف ماركتنج، ان اسمك بيوصل لناس كتيره جدا بمجهود بسيط جدا. فالشاهد ان ده مثال السكريبت من السكريبتس الموجوده باي ديفولت جوه ان ماب، وموجود ومكتوب بالبروجرامنج لانجوج اللي هي اسمها لوا. فلو حد عايز او حابب يكتب حاجه من السكريبتات دي ممكن يبص على الكونتنت بتاع السكريبتات الموجوده اوريدي ويشوف شغاله ازاي ويبدا يجرب بايديه ويحاول يكتب حاجه. اوكي. والغرض تاني من السكريبتنج موضوع الاوتوميشن، ان انا احط كذا تاسك ورا بعض ويقدروا يشتغلوا من غير اي انتر اكشن او ايفورت مني انا، فاوفر بيها وقت ومجهود.